مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده من برنامج مستقبل مصر. مستقبل مصر البرنامج اللي بيسلط الضوء على النماذج والكيانات الناجحه اللي بتدعم الاقتصاد المصري. النهارده بنقدم لحضراتكم الحلقه من داخل معرض القاهره الدولي للجلود في نسخته 16، فاهلا بكم. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي مصر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. انا ابن مصر، انا ابن ضد الكاس، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي مصر، مقدرش اعيش ابدا يوم. مشاهدينا الكرام، ومن داخل المعرض الدولي 16 للجلود وتحديدا من داخل الجناح الخاص بمصنع ايهاب البطش للاحذيه، بيسعدنا كلنا هذا اللقاء مع الاستاذ ايهاب البطش. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اولا يا فندم، يعني بنهني حضرتك على المشاركه في هذا المعرض هذا العام. وقبل ما نتكلم عن المنتجات وماذا تقدمه للسوق هذا العام، نتكلم ونقول من فين الفكره جت لحضرتك؟ هو البدايه انا اصلا كنت شغال مع اخويا الكبير، هو كان عنده ورشة صغيرة بيصنع فيها، بيشتري الفندي من بره وبيجي هو يشده ويجمعه. فجه تمويل في المحافظة عن طريق التعاون الانتاجي، الشباب الحرفيين كان بيدوا قروض تشتري مثلا مكن للحذاء. فانا فكرتهم تشتري ايه، هو بدل ما يشتري الفندي من بره انا قلت اعمل له الايه الفندي. فعملت له الفندي وربنا وفقنا فيما بعد، اخويا هو سافر وسابني. فابتديت انا اشتغل اشوف ايه الجديد اللي في السوق وايه الموديلات الجديده، وابتديت ان انا اجيب وابتدي اصنع واطور في الموديلات. وفضل ربنا، ربنا وفقنا وقدرنا نقاوم. ابتدى جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ابتدى يديني دورات فنية وإدارية، وابتديت اجيب بقى ناس معايا واعلم ناس اللي انا اتعلمته. ابتديت انا اخرج للسوق، والعمال بقى كانت بتبقى تخلي بالها وانا ابتدي ايه اسوق وارجع لهم. وفضل ربنا من خلال المعارض اللي كان بيوفرها لنا جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الواحد قدر يتعلم ويفهم وينافس لما بيتوجد في وسط المعارض ديت. الجهاز سفرنا ايطاليا بفضل من ربنا في اكبر معرض في ايطاليا، كان معرض ريفا في 2016. رحت لقيت شكل تاني خالص عن المهنه بتاعتنا، تطور ما شاء الله. يعني التكنولوجيا دي رقم واحد في التصنيع هناك عندهم، احنا بعيد خالص يعني بعيد عن التكنولوجيا هنا. العماله هناك كلها متاسسه اصلا، خريج التعليم متعلمين في مدارس ومتعلمين في جامعات، غير العامل بتاعنا. العامل بتاعنا عامل قديم يعتبر ما اتطورش، شغال على اليدوي لغايه دلوقتي، اغلبيتهم شغالين يدوي، وبعض مصانع شغاله فيها تكنولوجيا بسيطة. طيب يمكن يا فندم توجه الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالتعليم الفني من جانب، والاهتمام بدمج التكنولوجيا من أجل يكون الخريج أو الشخص اللي هيدخل سوق العمل أن يكون قادر على المنافسة. دي اللي احنا فعلا بفضل ربنا اللي أنا شفته الشهور اللي فاتت ديت. كنت أنا بدورة في كلية الاقتصاد المنزلي قسم المصنوعات الجلدية، فضل ربنا شفت طلبة خريجة ما شاء الله، يعني الله أكبر، الطلبة دي تتحط في السوق بفضل الله. شايف إنهم لهم رؤية مستقبلية في نجاح المهنة دي. وبعد ما طلعنا من الاقتصاد المنزلي، الدورة دي كان عن طريق غرفة صناعة الجلود، هو اللي أهلنا لها. طلعنا من الاقتصاد المنزلي كنا خدنا شهر ونص تعليم فني، تدريب على التصنيع. وانا طبعا انا فاهم عندي فكر التصنيع، بس لما اخش كليه واتعلم فيها دي فكر تاني. فحبيت يعني ايه كل حته لها طريقه، فحبيت اخد فكره اكتر. بعد الشهر ونص ده اتعلمنا فيه في الشهر ونص ده التصميم يدوي، التصميم على الكمبيوتر، وازاي تصنع حذاء عن طريق مكن المنطقه. انا لما باجي اشد انا بنشد يدوي، يعني الشد عندي شد يدوي.
رحنا هناك علمونا ازاي نشد على مكنه المونطه وازاي تخلص المكنه تخلص شغلك بالميكنه. مشاهدينا الكرام نستكمل واياكم هذا اللقاء بعد الفاصل، ابقوا معنا. لو نتكلم عن اهم المنتجات اللي بتقدموها. المنتجات اللي احنا بنقدمها ما شاء الله جوده عاليه، سعر منافس، موديلات حديثه من خلال دراسه السوق ومعرفه ايه اللي موجود في السوق. طيب يا فندم لو هنتكلم عن جوده المنتجات اللي بتستخدموها، حضرتك ذكرت لي مواد ذات جوده عاليه، ولكن هنا لو نتكلم تفصيليا نقول ايه؟ دي خامات جلود صناعيه بدرجة عالية، الجودة بتاعتها عالية على أساس إن احنا نقدر ننافس في السوق، لأن أغلبية المنتجات اللي موجودة عندنا اللي بتنافسنا هي منتجات صينية، والمنتجات الصينية كلها أغلبيتها جلود صناعية، فلازم أنا أنافسهم بالجلود الصناعية، لأن لو نافستهم بالجلد الطبيعي، الجلد الطبيعي سعره عالي وهو جودته عالية. بس الجلد الطبيعي ان انا لما اجي ابتدي اشتغل فيه، انا ابتدي اشتغل فيه على اساس ان انا اصدر، يعني ابتدي اشتغل بجلود طبيعيه، ابتدي اجيب موديلات حديثه وابتدي اصدر ديت، لان الجلد الطبيعي ليه ميزه، يعتبر من افضل الجلود الطبيعيه في العالم، الجلود الطبيعيه المصريه. طب يا فندم لو نتكلم عن فروع مصنع ايهاب الباتش او الفروع اللي ممكن نجد فيها المنتج بتاع حضراتكم، بتتواجد فين؟ الحمد لله احنا في مدينه بنها وفي المنوفيه، في مدينه بنها في اربع فروع، في فرع في منشيه النور، وفي فرع في منطقه كفر السرايا بنها الجديده، وفي فرعين تبع المحافظة اللي هم تبع تسويق منتجات الشباب الخريجين، دول المحافظة موفراهم للناس المستفادة من الجهاز يسوقوا لهم شغلهم. فأنا لازم أكون متواجد في قلب السوق ده، على أساس السوق ده بدايتي كان الاماكن اللي خلوني اعرض فيها دي سبب رئيسي اللي انا يجرؤوني ان انا اقدر اجيب محل واجر محل او اشتري محل. ليه؟ من خلال ان انا كنت بعمل مبيعات في الشهر، ابتديت انا بكسب كام في الشهر من المكان ده، اهو ابتديت اجر محل باللي بيطلع هنا، وابتديت بفضل من ربنا خدت محل تاني في محافظه المنوفيه في مدينه اويسنا في سور الساحه بجوار باب المدرجات. طيب يا فندم لو كلمنا عن المعرض والمشاركه في المعرض واهميه تلك المشاركه. ده حدث جميل جدا وحدث 100 100 ونجاح للمهنه، وبتطلعي فيه وبتتعرفي فيه على عملاء جديد، ولازم تواجدك فيه. تواجدك فيه ده 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 مساهمه منك ومساهمه من الجهات المنظمه، لازم انا اتواجد ولازم الناس المميزه تبقى موجوده، حتى لو انا مش مميز لازم انا اجي هنا هبقى مميز، هبقى لي شكل تاني، هتعلم من طريقه العرض، هتعلم من الخبره بتاع الناس اللي حواليا، لان انا موجود معانا ناس هنا ما شاء الله، يعني ناس تشرف وناس ما شاء الله في التصنيع وناس عندها خبره. واتمنى من ربنا كل مصنع بيصنع في مصر منتج عالي ويقدر ينافس، واذا كان هو بيصدر لازم يبقى متواجد هنا، لان وجوده هنا هو سوق، هو نفسه سوق، هو لما يجي هنا يعمل سوق اكتر، لان هو عنده خبره اكتر، عنده مكتسب اسواق خارجيه، عنده عملاء، العملاء اللي هتيجي هنا بتاعته هي مش هتسيبه، هي معاه لانها عارفاك، بس انت هتعمل رواج لبلدك كمان. فاصل مشاهدينا الكرام ونستكمل واياكم هذا الحوار مع الاستاذ ايهاب الباتش صاحب مصنع ايهاب الباتش للاحذيه، ابقوا معنا.
داخل الجناح الخاص بمصنع إيهاب الباتش للأحذية. بيسعدنا يكون لنا هذا اللقاء مع الدكتورة نادية محمود خليل، دكتورة رئيس قسم الصناعات الجلدية بجامعة حلوان سابقا. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. الحقيقة يعني احنا من داخل البارتيشن بتاع الأستاذ إيهاب الباتش، يعني أحب أولا أحييه على المنتجات الجميلة اللي هو عارضها. والأستاذ إيهاب الحقيقة من ضمن الناس اللي فعلا مهتمين جدا بجودة وجمال الشغل نفسه بتاع الأحذية. أنا تعاملت مع الأستاذ إيهاب الحقيقة في التدريب. احنا عندنا كان مشروع المصنع المفتوح بيقوم بتدريب للقطاع الأحذية والصناعة الجلدية بصفة عامة، وكلية اقتصاد المنزلي، أنا كلية اقتصاد المنزلي جامعة حلوان، إحنا كنا بنقوم بتدريب بعملية التدريب في هذا المشروع. وكان ضمن الأساتذة اللي معانا الأستاذ إيهاب الباتش الحقيقة كان من الناس المتميزين جدا والمجموعة اللي معاه، وفعلا قدموا شغل حلو قوي في التدريب، وده واضح حتى في المنتجات بتاعتهم إن المنتجات جميلة جدا من ناحية الشكل والنفس الخامات نفسها بتاعته جميلة، وفي نفس الوقت كمان الجودة، جودة المنتج نفسه دي مهمة جدا لأنها هي اللي بتدي تأثير حلو قوي مع الناس، إنه بتحس إن المنتج بتاعهم كشكل جمالي جميل والناحية الوظيفية مريح في الاستخدام والكلام ده. تقولين إيه بالنسبة لموديلات هذا العام؟ لا، هي الحقيقة السنة دي الحمد لله أنا شايفة في تقدم في أو تطوير في المنتجات اللي موجودة، في أفكار جديدة، في جودة متميزة سواء في الأحذية أو في المصنوعات الجلدية. الحقيقة كمان يعني أنا شايفة إن هو منظم بطريقة جيدة وشكله راقي، يعني الحقيقة يعني الأسواق مرتفعة في ناحية الشكل والجمال واللون والخامات اللي موجودة، في أفكار جديدة ما شفناهاش قبل كده في المعارض السابقة، فإن شاء الله يبقى معرض موفق بإذن الله. مشاهدينا الكرام، ولازلنا متواصلين وإياكم في هذه الحلقة من برنامج مستقبل مصر، وبنستكمل لقائنا مع الأستاذ إيهاب الباتش صاحب مصنع إيهاب الباتش للأحذية. أهلا بحضرتك مرة تانية يا فندم معنا، وسعداء بهذا اللقاء. الله يخليك. بالنسبة للتصدير، يعني أنا عارفة أن منتجات حضراتكم للسوق المصري، ولكن التصدير هل ده يعني شايفه إزاي خلال المرحلة الجاية؟ الحمد لله بفضل ربنا احنا كنا بنصدر، وديت السودان وعن طريق غرفة صناعة الجلود، وودينت ليبيا عن طريق مكاتب، وودينا اليمن عن طريق مكاتب، وودينا السعودية عن طريق غرفة صناعة الجلود، واعتبر روسيا عن طريق مكاتب. كان الروس بيجي ياخد شغل من عندنا من بنا، والحمد لله لنا حتة في التصدير، بس احنا عايزين نطورها بقى، عايزينها تبقى ثابتة، مش الزبون يجي خد لقطة وتخلص، لا ده انا عايزها تبقى موجودة على طول. وبإذن الله بإذن الله بإذن الله بفضل ربنا اللي أنا شايفه من التخطيط بتاع الدولة لمهنة صناعة الجلود وللجلود نفسها، الدولة بتجتهد إنها ترقي المهنة دي، من اللي أنا شايفه من خلال تدريبات، من خلال مدارس فنية، من خلال جامعات، من خلال مناطق صناعية جديدة، من خلال اتحاد الصناعات، من خلال الناس المؤهلة لغرفة صناعة الجلود اللي هم في مجلس الإدارة، ناس فنيين وناس فاهمين وناس صحابات خبرة وناس صحابات مصانع مميزة، ومجموعة ما شاء الله تقدر تطلع بالمهنة بإذن الله من غير مقاطعة بالوعي بتاعهم، ولأنهم ناس محترمة وناس عندهم وعي. لو هنتكلم عن خطتكم المستقبلية، مصنع الباتش للأحذية، خطتكم المستقبلية هتكون إيه فن؟ ان شاء الله ان شاء الله احنا ناويين خير باذن الله، وبفضل ربنا انا شايف ان الدوله بتساعد مصنعات الجلديه من خلال الاعداد لها على اساس بيجهزوها نقدر يصدروا
ويقدروا يفتحوا اسواق داخليه وينافسوا داخليا وخارجيا. ففضل ربنا انا عندي رؤيه كده ان فضل الله ان انا بجهز نفسي، بعمل مكان تاني مخصص غير اللي انا شغال فيه والمنتجات اللي انا شغال فيها ديت، بعمل قسم للجلود الطبيعيه للتصدير، ان انا اقدر انافس بيها داخل مصر وانافس بيها خارجيا. ليه؟ شغل التصدير لو ربنا كرمنا واحنا صدرنا بيحل لك مشاكل كتير، بيفتح ابواب كتير، بيفتح ابواب كتير للناس للخير، بتشغلي عماله، بتدخلي عمله صعبه، انت بتتفتحي كمان يعني، وانت بتتعاملي ربنا بيكرمك وربنا بيفتحها عليك وبيفتحها على الناس اللي حواليك. يا فندم تقول ايه للشباب الباحث عن وظيفه او اللي بيبحث عن عمل او اللي هيبتدي يدخل في هذا المجال، تحب تقول له ايه؟ بقول له ايه، جمد قلبك وما تخافش، والدوله بتعد لك، سواء لو كنت عايز تتدرب، لو رحت جهاز تنميه المشروعات الصغيره المتوسطه هيدربك، لو رحت غرفه صناعه الجهود بس تجهز ايه يعني لما تيجي تخش تجهز ورقك، يعني ما تجيش تشتغل دارس الموضوع وابتدي عندك ورق، لان عندك ورق انت بتأهل نفسك، بتساعد الدولة انها تساعدك، انما ما عندكش بقى وعايز تشتغل من تحت السلم، انا هدعي لك انك تشتغل من تحت السلم، بس انا عايزك تبقى احسن، لان البلد هتشدك، انت الدولة بتدور عليك، الدولة عايزاك، الدولة عايزاك تبقى كويس، بس الفكر بقى انت هتجتهد، هتلاقي ربنا بيسخر لك اي حد بيشدك وبيجيبك، بس انت قول انا عايز اشتغل وعايز اخلص في العمل، هتلاقي ربنا هو وجهك وهتلاقي ناس كتير بتساعدك، ولو راح اي جهه من خلال تصنيع الجلود هيلاقي حاجات كتيره. كليه الاقتصاد المنزلي ما شاء الله دخلت لقيت ناس متعلمه، ناس عندها وعي، تفرح ان انت قاعد في وسطيها من الفكر بتاعها، من الاخلاق بتاعتهم، من الوعي، من خلال المهنه عندهم وعي كبير في المهنه، يقدروا يوصلوك ويقدروا يعلموك ويقدروا يودوك محطة تانية تقدر ان انت تصدر منها وتقدر تبقى انسان كويس وتقدر تعيش حياتك وتستقر من خلال عملك. بنشكرك يا فندم جزيل الشكر وسعداء جدا بهذا اللقاء، وبنتمنى لك مزيد من التقدم والرقي والازدهار، وان شاء الله زي ما في اسواق كتيره لمصنع البطش داخل مصر يكون في اسواق في الخارج ايضا وتصدير بدرجه كبيره جدا. الف شكر لحضرتك يا فندم. الف شكر لحضرتك.